وجهك هنا مع السيف. اوكي. كيف اشوفك وجهي مع السيف؟ الجو جميل. حكي بس ما كان وقتها الصراحة. ستين. يرفع يديه. السلام عليكم. انا توني وصلت لمنطقه حائل في السعوديه. عبد الله وفرزل قالوا ماكس تعال عندنا، عندنا لك برنامج من الاخر. فنشوف الفيديو. حياك الله يا ماكس، مرحبتين بالاخ ماكس في المملكه العربيه السعوديه بين اخوانك، وبالتحديد في منطقه حائل. نرحب بك قائد الفريق، فريق هايكنج حائل، وجميع الاعضاء، ومرافقنا اليوم الأخ فرزل الشمري في رحلتنا اللي ستستغرق في منطقة حائل يومين لك إقامة عندنا. سنأخذك إن شاء الله جولة. يلا نروح عندهم. يا هلا بماكس. يا هلا والله. السلام عليكم. يلا حيو. يحييكم. يا هلا. شلونك؟ الحمد لله. طيب. الحمد لله الله يسلمك. يا هلا. واحنا الحين في الجب. شفت العقاب وانا داخل عندكم والجبال. ايه عقبان واجد. هنا عقبان هنا. ما شاء الله. أول شيء ريوك عكيف كيفكم بين الجبال وكلها مواكر نطلع عنها. جميل بس الجو ها ايه بارد. لابس لي تي شيرت بعد. لا الحمد متعودين. ايه متعودين. اول شيء قبل اي شيء ثاني احب اشكر اهل هايل، اهل كرم، اهل طيب، والله ابدا ما قصروا فيني. بس الحين اشوف في اشياء عمري احس ما شفتها. اي والله. تعرفك عبد الله بالطبخ ان شاء الله. الله يبولي الشرح. هذا المقشوش. مقشوش. وهذا الكبده عاد معروفه. ما شاء الله كل انواع الاكل. وهذه مرت عليك ولا لا؟ ما شاء الله. هذه فريده يسمونها. فريده؟ ايه يسمونها تقريبا جمريه. جمريه كليتها؟ هذه. يلا بسم الله. حتى المطاعم ما عندنا والله. لا هذا شغل بيوت. يسمونه عندنا اسر منتجع. احس عادي عندك ما ترجع البيت حق سنتين قدام. اي لا لا ما عندي مشكلة. عندك مجهز. قل له مع السلامه حق عبد الله ورحنا عند حمدان وفريقه. هذا يطول بعماركم. عندهم فريق حائل للهايكنج. هم يطلعون في الجبال تقريبا كل سبت ويمشون بين 4 لين نقول 40 كيلو على حسب اليوم وعلى حسب الانرجي اللي عندهم. سلام. حي الله. يا هلا. يا هلا بالشباب. كيف اخبارك؟ والله يا هلا. كيف الحال؟ شخبارك؟ طيب. الله يسلمك. كيف الاحوال؟ عساكم طيبين. يا ما احنا فوق قالوا ماكس احنا فريق هايكنج هايل بنوديك هايك طويل. حياك الله يا ماكس. عندنا اليوم ان شاء الله سنستضيفك في منطقة الجب في منطقة حايل. نتوكل على الله. يلا حياكم الله. طبعا اخوك حمدان محمد النماش المؤسس للفريق والقائد. يعني انا احس انه كانه واحه بين الجبال، في اشجار، في طيور، في حمام. اساسيات الهايكينج انك بالعصا، الفائده من العصا
انك تسوي في الحصان هذه كذا. شلون جبتوا لي عصا؟ خذ عصا. لا 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 والله. جزاك الله خير. لا والله. حلفت عليك. خلاص بتمسك الكاميرا؟ امسك الكاميرا. رحت فيه انت. طيب. وحايل الحمد لله فيها اماكن يعني كثير. في ثواني وفي دقايق. في شهر فاني حسيت يمكن نتعب بس الحمد لله يعني ما وقفنا سوالف. والله يا احلى عمري في عيوني مالك ما في تسوي الروح وتغضب وتكون عنها بديل. والله يا احلى عمري. وهذا البير يقولون البير تمتد لين 50 متر تحت الارض. طبعا في الموقع هذا التلعه فيه بير مويه يمكن العمق تقريبا 50 متر. وين 50 متر؟ اكثر اكثر هذا تحت المويه. اه اوكي تحت المويه. هو نزول. سلام. وبعد هالمكان كان مسكون من قبل فطبعا عندهم بير. احنا بالمنطقه هذه سلسله جبال اجا وفي سلسلة جبال سلمة. الجبال هذه من قديم الزمان من قبل الإسلام عاشوا فيها أمم يعيشون بين الجبال والناس كانوا ساكنين هني بشكل مستمر. عاشوا في سلسلة جبال طويلة مش بس المكان هذا. وفي ناس عاشوا في جبال سلمة قبل الإسلام. أوكي عندي لك سؤال حق أرباب. إذا طحت في البير كيف تطلعني؟ انت ايوه انت طيح شوف ولا يهم طلعني ولا تخليني ان شاء الله طلعك خلاص برا عقرب مره لا ترجع انت طيح وجرب شوف بس ما قلت لي بتشرب من مويه البير. والله المويه هذا في مويه بس انه غير صالح للشرب. ماكس الان خلصنا من الجب وننتقل ان شاء الله لمدينه جبه في غرب حايل. صدفه بعينك واصير مربوط وحاير في امرك من فرحي ابغى. واحنا نازلين وقصايد وطالع يمين يسار فوق تحت بس المشكله الحين انا ما اقول لكم خايف بس قدامي 120 درجه. حاير في امرك من فرحي ابغى اطير مربوط وحاير. يعني ها يا وانا طالع بعد بشوف اذا طلع 120 ولا اكثر بشوي او اقل بشوي. بنطلع من هني. للحين 20 فطلعنا 120 درجة واحنا نازلين ما حسيت فيهم بس يوم احنا طالعين صراحة تعبت شوي شوي يعني اوكي فاين بس احس انه من كثر العيوش اللي اكل عندكم في السعودية. ان شاء الله الحمد لله كان تجربة حلوة والشباب كانوا طيبين. 60 أطير مربوط وحاير في أمرك من فرحي أبغى أطير مربوط وحاير في أمرك. أول ما دخلنا قابلونا الشباب مسوين عرضة. السلام عليكم ورحمة الله. حيو حيك حالك؟ الحمد لله الله يسلمك ويعافيك. الله يسلمك كيف الحال يا هلا شلونك؟ سلام الله ما شاء الله. وريك لقطات عن العرضة كيف تتعلم العرضة السعودية اللي عرضة نقدية. السيف تمسكه كذا بعدين صدرك اروح يمين وروح يسار وروح يمين وروح يسار. امسك السيف هذا وارفع السيف فوق يمين وقف يسار وقف يمين وقف. شوف عيني وين على السيف. جزاهم الله خير الشباب قالوا ماكس بنعلمك العرضة. حاولوا معاي اخر شيء طلعوني من النص فروني برع بس ها وايد اسهل وايد اسهل فالحمد لله قدرت اجيبها. بس اللي قبلها ها كان شوي صعب علي. كيف
ها وين طولتها؟ امشي خطوة خطوة يلا امشي معاك. بعدين حط السيف كيف؟ شوف يدي راح يدي ها وجهك هنا مع السيف. اوكي وجهك مع السيف. كيف تشوفك وجهي مع السيف؟ شوف مع السيف ها خليك كذا بعدين ها راح يدي وين روح؟ خلاص جاوبك الحين شوف تسوي زين الحين ما راح يجاوب يلا بعدين ثالثه يلا خامسه وين ثالثه؟ يلا خامسه يلا شلون؟ ها شوف صدري وبعدين ها بعدين ها خالد يعلم اوكي طيب الحين نلعب الساحه رحنا فيها رحنا فيها امشي وراي 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 شوف يدي كيف وراي كيف سلامي واثني سلام أخي فخامة وإحساس وصوت وكل شيء فوق بعض حاول تدخل معاهم بالسيف بس أحس إني ما أقول كم فشلت عمري بس يعني ها كأول تجربة ما له شيء بس يباري تدريب حق سنتين ثلاث سنين قدام عشان أطلع ويعني أسوي الصح. السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أهلا وسهلا حياكم الله حياك أهلا ماكس حياتك الصحة شلون حياكم الله أهلا وسهلا حياكم الله يا هلا حياكم الله خطوة عزيزي جيتونا احنا الحين في مكان اسمه الجبة الأثرية وصراحة المكان ما أعرف الكلمة بالعربي فالمكان واو صراحة في الموقع المسجل بقائمة التراث العالمي اليونسكو أحد خمسة مواقع في المملكة مسجلة في قائمة التراث العالمي اليونسكو ونبي ناخذكم إن شاء الله جولة على النقوش وتشوفون العصور اللي كانت موجودة عندنا في جبة والحقب الزمنية حياكم الله تفضل حياكم الله غالب هذه النقوش نصوص أدعية نصوص مودة اشتياق ملكية يرسمون بعض الرسومات ويكتبون أسماءهم عندها طبعا لو لاحظنا أنهم يكتبون على الواجهات السوداء ليش؟ عشان يختارون المنطقة اللي فيها أكسيد حديد فبجرد أنه يحك الطبق الأكسيد هذه يطلع النقش أوضح واضح جدا ولذلك ما يعمقون في النقش كثير جدا واو 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 يعني في ثمودية يحبون ثلاثة من الثموديين أحبت واحد منهم وترد عليه ولا ترد على الثلاثة الآخرين الخط الثمودي عادي تكتبه من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين
أو من فوق لين تحت أو من تحت لين فوق. يعني ما شاء الله المرشد السياحي اللي كان معانا يقرأ الخط الثمودي. فهي كانت تقول من الحب إلى الحبيب الأولي، دي بناخذ نقش له موجود هنا هي اسمها أرخ الثمودية. أرخ أرخ هي الفتية من البقرة الوحشي. يقول الشاعر أو نعجة من أراخ الرمل أخذلها، يعني من أراخ الرمل. هذا اسم الثمودية، هذا اسم الثمودية أرخ، من أرخ. يا رضو بك مالك، كانت تقول يا رضو دق عنق مالك واقضي على مالك في الخط الثمودي ما تحبه، لأنه كتب له خلف منه بعد نص موده، مودتي لأرخ من مالك. هي ما تريد مالك، تريد حبيبها ابن لال فقط. وين ما تشوف وين ما تطالع فيها كتابة أو رسوم الصخور. قبل ما نروح ثم عليك أمر سؤال. سم تعرف تقرأ؟ الله الله. يا رضو بك مالك من أرخ، يا رضو اقضي على مالك، دق عنق مالك. هذا مثال. عندنا أيضا هنا نص ثاني مثلا مودتي لفلان، مثلا يا رضو بك المودة بك المحبة. هذا غالب النقوش اللي يكتبونه. هذا كاتبين من فوق لين تحت. نعم، هذه كتبة من أعلى إلى أسفل. عندنا النص هذا بدأ من جهة اليمين إلى جهة اليسار، والباقي كتبة من أعلى إلى جهة الأسفل. الحين بنتجه للموقع الثاني ونشوف بعض الرسومات الموجودة في المنطقة الثانية إن شاء الله. احنا قلنا ان الثموديين في اخر وقتهم بدأوا يختصرون في الرسم حتى يوصل الفكرة باقل مجهود. في قاعدة نسمي حرف الان اللي هي يرسمه، مثلا يرسم خط بشكل كذا اللي يرسم الاقدام، ثم خط مرتفع، ثم خط اخر والذيل. هذا يرسم فكأنه يعني رسم ناقة باقل الخطوط. بمجرد ما تشوف الرسم هذا تعتقد انه ناقة، لكن هذا خط وهذا خط وهذا خط، ثلاثة خطوط فقط. نقف الان بجوار ما يسمى بملك جبة اصطلاحا، في الواجهة السوداء مرتفع جدا. نقول ملك لأنه اختير له مكان مرتفعا. وضعية الرجل المرسوم كهيئة ملك، التاج، القلادة، حزام، الخصر، الحربة، وبجواره رسمة لإنسان أصغر منه يعتقد أنه خادم له. دائما الملك يقال عنده خادم، والملك يكون عنده وصيفة. نبي ننتقل لموقع آخر ونشاهد من أميز رسمة موجودة في جبل أم سلمان. الآن لو رجعنا لكتاب مثلا يوليوس أوتينج الألماني، لو وجدنا الرسوم المنطقة هذه سوى لها مسح وسوى لها دراسة كاملة. رسمة العرب اللي احنا متجهين يمه الآن خذت حيز كبير جدا من المستشرقين ومن الرحالة، جورج أغسطفالين وغيره من الرحالة اللي زاروا جبة. كان هدفهم يشوفون العربة، هذه عربة تجرها الخيول في الصحراء. هذا دليل عن في حضارة، الدليل في فكر. على هذه الصخرة ثلاث فترات زمنية. لو لاحظنا نبدأ بالتسلسل، الصيد مشهد صيد النعام، هذا ثمودي لونه فاتح، هنا أقدم اللون أغمق، ثم الرسم الآدمي هنا أقدم، وتحت منه الجاموس. فهذا يعني شيء جميل جدا ويدل على شيء. أيام زمان مستحيل يرسمون شيء إلا وهذا الشيء قدام عيونهم، معناته فهاك الوقت قبل آلاف السنين فهالمكان كان فيه عربة موجودة. ما أعرف إذا وحدة ولا كثير، بس هالشيء كانت موجود عندهم. هي العربة ذات الرسم بالتسطيح، اسقاط رأسي، ليست مثل رسم الألواح اللي هناك اسقاط جانبي، هنا لا اسقاط سطحي من أعلى. هذا دليل على اختلاف الزمن. القاعدة هذه أيضا التناظر، الجهة اليمين مثل جهة اليسار، ليست اعتباطا الرسم. إذن هناك مدارس رسم، هناك فن في الرسم، هناك قدرة على إتقان الرسم، وأن الجهة اليمنى مطابقة للجهة اليسرى بقدر كبير جدا. العربة في حد ذاتها، وجود عربة ذات المحاور المتقاطعة وعجلتين يجرها حصان، إذن هناك معادلات، هناك قواعد في الرياضيات، في الفيزياء، في الأمور هذه كلها موجودة في هذا الرسم. يعني شفنا وحدة هني راسمين خيلين مع عربانة، بس شو الغريب في الموضوع إنه من فوق، يعني مو بالنظر الجانبية، لا كأنك تطالع عليهم من فوق. اللي فيها النقش الإسلام المبكر، نص جميل، خط واضح بإمكان قراءته بكل أريحية، كتبه في مكان بارز. هذا النقش الإسلامي فاك الوقت. يعني فكروا فيها، شيء حلو وشيء جميل. وكان عندنا تحدي
من يعني كان في كتابة على الصخور من يقراها طبعا ما قدرت حتى بالنقط ما أقدر أقرأ يعني بهالسهولة بس فازوا عليه الشباب. كتب من يقرأ لنا؟ يلا من عندك كابتن. يلا ها حاول نحاول مع بعض حنا. ايه. اللهم اللهم رب السماوات. لا بعدين هنا اللهم لازم يكون أنت ولي تميم ابن مهاجر وناصره في الأمور وناصره في الأمور بعدين آمين وطيب مآبه يوم الدين آمين رب العالمين. ممتاز. آمين رب العالمين. نعم. بدون نقاط. صحيح. من اللي كتبه؟ يعني معروفين الأشخاص اللي. طبعًا مثلًا تميم بن مهاجر هنا كتب تميم بن مهاجر لكنه في النص الآخر كتب تميم بن مهاجر التيمائي. حياكم الله يا هلا حياكم الله. صباح الخير كيف الحال شلونك؟ حياكم الله يا هلا يا هلا جيسر الله يحييكم حديقة فرار الحايل. حياك الله يا هلا. الله يعافيك. الشباب قالوا ماكس بنوديك مكان حلو قلت يلا يوم شفته ما اقول لكم زعلت بس حسيت يعني من كل الاماكن في حايل جبتوا لي هني مزرعة فراولة فاول ما استقبلونا اول ما دخلنا على المزرعة غير تراي 180 درجة المكان جميل ويستاهل الواحد يزورهم. احنا الحين في حديقة فراولة هايل اسم النوع هذا سويت شارلي ما شاء الله نوعيات هذه بداية الانتاج ايه الان احنا الان في بداية الانتاج هذه ابو محمد يبي لها كم عشان تكتمل الان بدأ الانتاج يعني نعتبر هذه بدايات الانتاج هذه ما شاء الله بدايه الانتاج يحتاج تفضل اليوم احنا بناكل فراوله يعني اكلنا كل اليوم لازم فراوله يعني اليوم فطورنا غدانا كله فراوله من وين يوصل هالماء الحين طريقه السقي السقي تشرب كلها احنا الان قدامك بالبيت هذا 10000 شتله 10000 شتله قدام عينك حلو عندنا خزان بالارض ندور الماء طريقة تدوير الماء 1000 لتر يسقي 10000 لمدة 3 أيام ما شاء الله يسقي كل صباح الساعة 8 تسقي طعم يعني مرة طعم والشكل غير يعني عمرك ما شفت فراولة بشكل هيدروبونيك هذه الهدية فراولة من فراولة حايل للفراولة الله يغنيك يا جماعة ما قصرت بس كيف فراولة ياكل فراولة؟ بس الحين إذا خذيت البذور أقدر أزرعها بالبيت؟ نعم في طريقة يعني جميلة جدا لزراعة من نفس هذه ولكن تحتاج إلى تقنية معينة عندهم أعتقد 4 أنواع من الفراولة أنا كليت 3 أنواع من الفراولة وكل واحد ألذ من الثاني بس أول مرة في حياتي أشوف مزرعة هيدروبونيك يعني مثلاً إذا مزرعتكم ما كانت بهالشكل يبغالك أرض أكبر بكثير عشان تزرع نفس كمية نعم لو كان 10000 هذه مزروعة في الأرض صحيح تحتاج يمكن قد البيت هذا 10 مرات صحيح يعني وتسوي هدر مائي ضخم جداً بس بعد صراحة والشباب يشهدون طعم الفراولة اللي عندك غير هذه عمرك كريت فراولة كذا فراولة حايل غير صراحة لا والله ما كريت لا والله. صحيح ما عندنا أي شيء اسمه مواد كيميائية الحمد لله عضوي كلش كل شيء عضوي يعني ما شاء الله تجي مغسولة هذه مغسولة ما فيها أي تكلم ما أبد يعني لاحظت أنا قلت بلاحظ شيء يعني ما لا يهمنا احنا يهمنا لما يعني يدخل السائح ويدخل الطفل وكذا ما احنا نقول لهم باب الأدب يعني أغسله برا ونظفه ولكن حنا نحتاط كذلك هذا من فراولتهم فبسم الله ما عليها كلام صراحة باكل وانت خلكم في بيوتكم فعمي إذا عندك سياح جاين عندك لفة في المزرعة نعم عادي يأكلون من الفراولة
اصلا ما احنا اصلا ما زرعنا الفراوله الا انهم ياكلون منه وهم ماشيين. نعم ياكلون منه وياخذون منه. المفروض يعني تحطهم فوق الميزان قبل ما يدخلون. ما الميزان يده هو ياخذ بيده زي ما يبي، ما عندنا ميزان. ما شاء الله عليك، الله يكثر خير. ميزاننا رضاه. الله يسلمك. جاء الميزان الرضا. يا حبيبي. ما بزعلك بس اول ما خبرني احنا جايين على مزرعه فراوله قلت ليش؟ بس اول ما دخلنا وشفتك وشفت الفراوله اللي عندك ما شاء الله قلت هذا المكان الصح. الله يعافيك. نبغى نستاذن منك من مزرعه الفراوله، نبغى ننتقل للجوله. الله يحييكم وحايل كله تحييكم، عندنا وعند غيرنا حايل للجميع وحايل تفخر بوجود الاخ وتفخر ونتمنى انكم انتم كمرافقين توصلون الرساله باذن الله لكل زائر. الله يحييكم. الله يحييكم. الله يعزك. فرصه سعيده. شرفتونا. الله شرفتونا. الله يحييكم. الله يحييك. الله يحييك. وفقنا وياك ان شاء الله. الله يعافيك. تفضل. مع السلامه. ما ياخذ ماي كثير ولا ياخذ مساحه كثير، فالمكان يستاهل. وجزاه الله خير عمي ما قصر معنا ابدا. احنا الحين في حير السرور. الآن الحير هذا حير السرور يحتوي على جميع الآثار التراثية القديمة، يحتوي على الفصل المدرسة، الدكاكين، المسجد، الفلاحة، الروشة اللي يقول حق الزوجات، المجالس، القبب. والآن بأخذ لكم جولة أوريكم كل شيء بحده. الآن هذا الفصل الدراسي هذا. بس خلينا نلفة في هالمكان وشو. والله حسيت عمري راجع 50 سنة ورا. يحكي حقبة من الزمن هذا تقريبا 50 سنة. إن شاء الله. التاريخ 1391، كنت أنا بالرابع الابتدائي بالمدرسة السعودية. إن شاء الله عليك. نعم، وكان المادة علوم. واحد من الأشياء المميزة. فواحد من الأشياء المميزة هناك المدرسة. فهذه محتويات الفصل، من الطاولات، من زينة الفصل، فنحن نهتم بزينة وتجميل الفصل. نعم. الرسومات هذه كلها، الحكم هذه ما عاد نسمعها الحين. العون الأخير على العقل السليم في الجسم السليم ما نسمعها الأول. كل شيء من أيام الطيبين، وبالنسبة لي حبيت المدرسة كثير. بس قبل ما نطلع نجرب كيف كان ايام قبل. تسلم. خلاص ان شاء الله كل يوم بحل الواجب. ان شاء الله. ان شاء الله بعد ان شاء الله. جميل. انا اخذكم جوله الى السير. دخلنا عند الخباز، بس قبل كان 8 حبات بريال والحين حبه وحبتين بريال. انا الحين متجهين الى اللي هو الفراح. الان يقولون هو خباز، انا نقول هو الفراح. هذا الفراح جيت من كلمه الفرن ولا اي اي يقول دايم روح الخباز. انا الفراح على الدكان الفران. هذا فرانه وكان اول 8 حبات بريال والحين اظن حبه بريال. فرق او حبتين بريال الان، لكن تميز الحين هذا فران، هذا غير يعني. وهذه يقول لها الدكان تحصل. الحين يقولون الناس بقاله وناس نقول لها محل وناس يعني كلها حاجات قديمه هذه. بس هذا الدكان نفس ما كان قبل 50 سنة. الله 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 الله. شوف حتى العلب، شوف التونه، الزيتونه، الشوربه، الحليب، كلها حاجات قديمه هذه. وين حصلت كل هالحاجات؟ بالجهد والاختيار. هذا تلقط نملي هذا. ما شاء الله عليه. اللي يشبه الرشة ان شاء الله. تقول له مخناقي. مخناقي؟ مخناقي. هذه الملابس القديمة حقت النسائي، حقت الأطفال، حقت الزوجات، وعندك الطواجي، وهذه كلها حاجات قديمة ما في حاجة حاضرة الآن، كلها منتجات قديمة هذه. ويحكي الماضي صحيح، يمكن عديناك 40 أو أكثر من 40 سنة الآن. نعم. قبل 40 سنة. نعم. هذه اللي غسلافي الأصلي، هذه ما في حاجات زجاجية الآن، كلها معدنية، كلها صحون، كلها حتى اللي كنا نصلح عليها. هذا اللي كنا نعلمها الطباخ يعني. يستخدم الغاز؟ لا هذه بالغاز هذه. هذه بدل الله يحفظ والدنا هذه. شوف الصناع عندنا مشهور، كله أسواق خضار. يختلط بعض التجارة الثانية، لكن سوق الخضار هناك، لكن كل المنتوجات هذه
كلها منتوجات، هذه منتوجات حايل ما شاء الله ابد. عندنا قريه عقدة وعندنا قفار، هذه كل المنتوجات من هذه ابد. حتى الخوخ؟ نعم حتى الخوخ ما شاء الله، هذا عاد مشهور عندنا بعقدة، عندنا خيار من عقدة، عندنا بطيخ، كل شيء هذا منتوجات. الا الموزه هذه ما ادري منين جانا عاد الموزه. ايام قبل ما كان في سالفه بامب ما بامب وكهرباء والسوالف، كان عنده ماكينة ديزل يشتغل، شغلوها بالإيد وهذه يطلع الماي من تحت الأرض عشان يسقون الأشجار اللي عندهم، وفي نفس النهر بين البيوت، وهذا الشيء يودي الماي من عند الماكينة حتى يطلع الماي للمزارع الآخرة. فبالنسبة لي شيء جميل، جولة جميل جدا، أنا صراحة وايد استانست معاهم، كان تجربة جديد بالنسبة لي. فالصراحة أنا مرتاح في هالمكان، وعادي جدا إنك تسكن بحد من هالبيوت وتم فيها، ما عندي أي مانع. كل شيء وقته حلو، ليش مستعجل عليها؟ السلام عليكم. يا أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الأخ فرح الشمري مرشد سياحي. سعدنا بكم يا أهلا وسهلا. السلام يا هلا. حياكم الله. أهلا وسهلا. فبعدها رحنا على مدينة فيد الأثرية. احنا في مدينة فيد التاريخية، تسمى عاصمة الطريق. الطريق هو درب زبيدة. الجميل في الموقع انها تقع في منتصف الطريق بين بغداد ومكة المكرمة. في هذا الطريق يبلغ طوله 1450 كيلومتر. راح الآن نطلع على المدينة التاريخية في فيد، اللي تحتوي على عدة أسوار، والمدينة القديمة والمسجد والقلعة والبركة كذلك، ونظام الري المتطور. قبل ما ندخل سؤال، سم وش زبيدة؟ زبيدة هي أمة العزيز، اسمها أمة العزيز، هذه بنت جعفر بن أبي جعفر المنصور، زوجة هارون الرشيد. هذه الأسوار الخارجية للمدينة. طبعا الجزء اللي على اليسار هذا، هذه كلها يسمونها الباحثين التلال الأثرية. هذه عبارة عن أساسات، مباني متهدمة. طبعا يتم سابقا المدينة قبل التنقيبات كانت بهذا الشكل، فهذا كله رمموها أظهروها ورمموا أجزاء منها. فيه أجزاء كثيرة لم ترمم على طبيعتها. الأحجار هذه اللي تشوفونها السوداء، هذه أحجار بركانية بازلتية، بنيت المدينة من الحجر البركاني بحكم أن المنطقة هذه غرب المدينة هذه كلها فوهات بركانية، قد يصل عددها إلى 25 فوهة، فكثرة الحرات هذه تم استخدام أو جلب الحجارة منها وصقلها. هالمكان كان مهم جدا في التاريخ بسبب هذا المكان كان استراحة للحجاج في هاك الزمن، فأكل، ماي، حماية، كل شيء كان في هذا القرية الأثرية. قلت لي يمكن رمموه 3 مرات. إيه. فهل يعني شكل مربع يكون قبل أو بعد الشكل المدور أو في نفس الوقت؟ لا، هي تعتمد على قد يكون على المهندس المربع والدائري. المكان اللي احنا فيه الحين هذا كان مسكر من فوق، فيها سقف. ايه طبيعي مسكر، والجنب هذاك مفتوح والفناء مفتوح. هذا جميع العمار المساجد في الاسلام بهذه الطريقه. ننتقل للنقطه الاخرى، راح ندخل على المدينه ان شاء الله. شايفك مشغول فيه، كل شيء بوقته حلو، ليش مستعجل؟ البوابة هذه تم حرقها سنة 412 هجري بسبب انه الاعراب اللي حول مدينة فيد هاجموا المدينة، احرقوا الباب. الباب عبارة عن خشب سابقا، فتم احراقه، اقتحموا المدينة، انعدم الامن. أيوة. فلم يحج في تلك السنة احد، لم يذهب الى مكة احد من بلاد خراسان والعراق والمناطق الشمالية الشرقية من العالم الإسلامي، لم يحج أحد. سابقا من يسيطر على هذا الحصن أو هذه المدينة يسيطر على طريق الحج، طريق يؤمن. فلذلك والي الطريق يسمونه في فيد ويسمونه والي الطريق، يسكن في قلعة داخل هذه المدينة. هذه المدينة التاريخية، هذه ما تسمى مدينة فيد التاريخية.
في نظام المدن القديمة والمدن العربية القديمة يتم بناء القلعة من ثم السور، يسمى السور الداخلي ومن ثم المدينة ومن ثم السور الخارجي. في هذا من خصوصيات أو رقي العرب سابقا كان هناك خصوصية للسكان، أي ليس هناك باب يفتح مقابل باب، فلذلك نجد المنازل هذه تفتح إلى الشمال والمنازل الخلفية تفتح إلى الشمال، هذه لا ليس يوجد لديها أبواب تفتح إلى الجنوب إطلاقا. البيت العربي كان سابقا صغير جدا، يحتوي على فناء صغير وغرف، عدة غرف. شفنا الغيوم، سمعنا البرق، بس كنا كثير مركزين على معلومات. وجبنا العيد، طلعت لين الحين الجاكيت مالي مبلل للأسف. واحنا في نص كلامنا كان يصب علينا مطر مطر مطر، بالانجليزي يقولون it's raining cats and dogs. شوفوني هذا مو برين جاكت للأسف، مو حق المطر، فأنا مبلور من فوق لين تحت، فللأسف خلصنا جولتنا هنا. الشباب تركوني نسوني وركضوا عند السيارات، بس ما شاء الله المكان جميل، الجو جميل يا أخي، بس ما كان وقتها الصراحة، الحين أخاف أغرز بعد. فقبل ما أروح بس خليكم تشوفون معاي عشان ما تكملنا، هذا السور أو الجدر الخارجي، عقب عندك بيوت نفس الشارع بيوت، بعدين عندك القلعة اللي موجود عندي في النص. ففي مكان سكني، في مكان يعني عسكري تقريبا، مكان جميل والجو أجمل، بس يا أخي مو بوقت التصوير، بس ما عليه، بس كل في السيارة إن شاء الله أشوف إذا عندي جاكيت ثاني وأكمل في طريقي. فخلكم جاهزين. فقبل ما أتوكل وأمسك الطريق أحب أشكر فرزل وحمدان، جزاهم الله خير، بيض الله وجيهم، بالأمانة هم كسفرة الهايل أبدا ما قصروا معاي، فالحق ينقال مو بس في هايل بس في كل مكان في السعودية لين الحين الحمد لله، وإن شاء الله للأبد الناس مو مقصرين فيني. ف ما أعرف إذا هم كذا مع كل الناس، بس أنا أشوف إنه أكيد هالشيء عشان يعني تستحي من كثر ما هم طيبين معاك. ف يعني وين ما رحنا وين ما صرنا الناس يسلمون علينا، يعزمونا على العشاء على الغداء على الريوق على القهوة، كلهم يعني طيبة على طيبة، طيبين طيبين بزيادة، يعني ما شاء الله حتى أحسن زيادة عن اللزوم، فيعطيهم ألف عافية. وإذا أنتوا في السعودية وما جيتوا على هايل قربوا، وإذا أنتوا من أي مكان ثاني أي دولة ثانية وأنتوا جايين السعودية تأكد أنكم تحطون هايل في الجدول عشان أهل هايل وهايل يستاهلون.